مدرسة. في موقف كده بركات اقنعك ان جوزيه زعلان منك جدا، فاكره الموقف ده ولا لا؟ ها؟ كان عملت ايه وخالفت ازاي؟ قول لي ايه اللي حصل؟ ما خفت، انا قاعد عايشني في رعب. عايشك في رعب؟ والله فظيع. كان مستر مرة عامل تدريب وحاطط خط بالاقماع، يعني حاجه معينه هنعملها، كنا هنقابل بتروجيت. وهو مستر مرة، انا ما كانش عندي المعلومه دي، كان بس بركات قال لي. حد بيصدق بركات؟ قال لي لا بس دي كانت صح. قال لا لي انا بهزر مستر مرة طبعا. في ماتشات بتروجيت بيركز جامد، ممكن حضرتك طبعا عشرت. قال لي في ماتش بتروجيت بتروجيت بالاخص بيركز هو جامد، فظيع عشان عمل حاجه كده عشان ينفذها. وفعلا يا كابتن كسبنا بالطريقه اللي هو قال بالطريقه دي. عليه. انا باجي فهموني بقى ان انت ايه قبل الخط ده تقف، الراجل عايزني اكمل. كم مره يا كابتن الراجل تحس بقى ان اتخانق مني، راح مصفر ولغى التدريب. لا والله العظيم انا قلت كارثه بقى، وانا لسه ما كملتش شهر في النادي. بركات قال لي انت بطلت كوره، كل ليه؟ شيء قال يجي لك ايه جنبي. بركات بعد التمرين؟ قال لي انت خلاص بطلت، انت خلاص خلصت عن نفسك يا كابتن. ليه بس؟ قال لي انت راجل بص عايشني يا كابتن، ما نمتش. لا والله وتريكا يجي يقول لي ما تقلقش مفيش حاجه يا وليد، بيقول لك مفيش العكس حاجه. بقى. انا مفيش حاجه قام والله، تريكا مش بقى عارف ايه. قديس. يجي كنت هيقول لي والله خلاص يا ابني ده انت كده خلاص، ده الراجل مش عارف يعمل فيك ايه. تاني يوم مسافرين السويس. فانت قلت بقى خلاص انا خلاص. ما بركات واحد زي بركات يقول لي انت بره وانا يبقى بقى بره. وانا كده مش في الماتش، مره واحده لقيت نفسي في الماتش مسافر مع الفرقه. مع الفرقه الاول هناك بقى الكابتن طارق سعيد كان حمدي. يكتب الاسماء ويحطها يعلقها، تقف نقف طابور نشوف مين اللي. والله العظيم يا كابتن اقسم بالله رايح ولا في دماغي ان خلاص بقى الكابتن بركات جه قال لي انت راجل اخلص عليك. قلت بس ده هيروح هناك ويطلعني بره وهي خلاص بقى. خلاص. رحت هناك كلمني الكابتن طارق حماد بتاع بتروجيت، اخبارك ايه عامل ايه؟ قلت له تمام. قال لي قلت له شكلي مش هلعب، حصل موقف 1 2 3 ومش هلعب. دلوقتي هيفهم بقى لانه انت ممكن يكون فاكر انت كنت بتشتغله ساعتها. والله يا كابتن نزلنا غدا الماتش، طبعا في الماتش ما باكلش كامل. لا الاول لقيت اسمك موجود. موجود وسافرت مع الفرقه. عملت ايه مع بركات ساعتها؟ ما لا برضه لسه عايش في رعب. عايش في رعب. هو كل شويه يقول لي لا 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 انت هناك انسى انسى. انسى والكلام ده. رحت تاني قعدنا حضرنا محاضره، وتاني يوم فطار وغدا الماتش بقى يا كابتن. انا ما يعني يوم الماتش ما باكلش كويس عشان ما بقدرش، يعني ان يعني بيبقى ضغوط نفسي ضغوط وبتاع وكده وكده. ما فبتلاقي باكلش نفسك كويس. تعرفش جيت تاكل. خلاص بقى انا بره، والراجل بقى مديني وش ما فيش صباح الخير ولا اي لا حاجه. هو على طول. اكلت بقى قلت انا بره بقى قمت دار جامد. والله. والله يا كابتن قعدت كده وخلاص بقى. جيت في المحاضره، هو ما بيقولش صح اللي بره واللي جوه غير في المحاضره. جيت في المحاضره بلعب، بتلعب اساسي. ببص لحسام عاشور ومحمد نجيب، هم عارفين. طب اعمل ايه؟ بطني مش قادر. مش قادر اعمل ايه طبعا. بركات كان مسافر معاكم كان الماتش معانا. ده؟ خلصت اتخلص المحاضره وبتاع، ورحت بقى قلت لازم بقى دكتور، كان الدكتور هاب لازم انت اديني فاهم اي حاجه. اي حاجه. طبعا الحمد لله يعني، ونزلت الماتش ده وجبت جول الماتش ده. عملت ايه مع بركات بعديها بقى؟ لا ما انا عرفته بقى ان هو يقعد يبص يلعبك، يلعب مصر كلها. فظيع. هو في حته تانية خالص. لا بص انا بموت فيه يعني، من طبعا والله شخصيه من بجد الشخصيات الجميله احسن جدا الشخصيات اللي الواحد شافها في حياته. حتى دلوقتي بيطمن وبيسال، والفتره على اللي فاتت طول. على طول يا كابتن. حتى الفتره اللي فاتت كنت ماشي كويس في البطوله الافريقيه، كان بيكلمني على طول يا وليد لازم تدوس البطوله دي، هتفرق معاك انت بالاخص وكده. لا كابتن بركات حاجه كبيره جدا يعني. لا هو فظيع بس هو تخن شويه. خس يا كابتني شويه يا كابتني. مش انت. طيب